لازم تهنونا كزوجين مو هيك؟ مو؟ عيد سعيد عمتي. عيد سعيد موفقين. عيد سعيد. شو فرحانة؟ إختي عيد سعيد. لا 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 لحظة استني شوي. ليش؟ إيه أنا مبسوطة كتير. في حدا تاني رح يحط الألوان على وشها. مين؟ شو مين؟ ريشي؟ تفضلوا خذ من هي كمان. في اكل كتير. ايه وطيب. فيني ساعده؟ ايه اكيد اعمل لي صحن بسرعه. ايه يلا يلا بسرعه. ايه حط له يلا. تفضلي خذي هي. ومن هدي خلوا ريشي يحط لها الألوان بالأول، حتى ستي نسيت تحط لها الألوان. حطي لي. لا أختي. أختي. تستاهلي. حطيتي الألوان على وشك، خليك عم تعطسي كل اليوم، إيه؟ هاي أنتِ، شالو. شو؟ تعي تعي تعي. هلأ برجع. انتبهي على أهلي. ماشي أختي. عمالك يا بنت. تعي لهون. هنيتي ستي شي؟ نسيت. يلا. وانتو كمان؟ عيد ستي. بتمنى تنبسطوا. عيد سعيد ستي. عيد سعيد. عيد سعيد. عيد سعيد ستي. عيد سعيد. عيد سعيد. عيد سعيد. كتير طيبين ماما. عطيني مرت عمي انتي بلشتي اكل فورا هلا وصلنا. ليش عم تطلعي هيك بصحني؟ لا تطلعي بعدي نظرك. اذا بدك تاكلي روحي وكلي. لا ما شو سخيفه، انا كنت جوعانه فهمتي، ومن الصبح ما اكلت شي كمان، وعلى كل الي يومين ما اكلت لانه بعرف رح نجي لهون، وهون في عندهم كل انواع الاكلات الطيبه. ماشي مرت عمي فيكي تاكلي عن 4 أو 5 ايام تانيين. رح اكل، ما في داعي تقلي لي ابدا، انا دائما باكل اكل عن يومين. مرت عمي شايفة هديك الطاولة في عليها أكل أكتر. عيد سعيد مرت عمي. عيد سعيد. عيد سعيد. شو؟ عيد سعيد. خلاص خلاص خلاص. وينو العصفور؟ معصب العصفور وعم يقاتل بس رح ضل حبه. هلا شالو وينا؟ استني استني اختي نحن راجعين. اختي تعالي تعالي بقى. يلا يلا. مرحبا. انت عم تدور علي مو؟ شو؟ فهماني غلط. شو؟ شو؟ لا قصدي انه اليوم يوم مهم كتير. لا قصدي قول لا تواخذيني يوم سعيد. لوين رايحة؟ عيد سعيد أيوش. عيد سعيد. هلا قليلي كيف الكل؟